طب انتوا ليش ماخذيننا؟ لو ضربني بالبرودة على ظهري صار يقبض على ظهري من الانظار انكسر. بعدين بقول له بدي اشوف ابويا، احنا مكممين وايدينا مكلبشه بالمرابط شدينها على الاخر، فيش دم صار لايدينا. طب فيا خبط في المسطر في صدري وفي رجلي كسرهم. قاعد بتشاهد زي قد بتشاهد لو فرم لي اصبعي بالمسطر. واحنا غادة الدار كنا قاعدين فيها كلها رز، وهم يعفروا علينا رز ومية بالعامد مية ساقعة، واحنا كنا عريانين علشان نتسقى وتلج. وفي الليل يقولنا نام ويجي يخبط فينا في الليل ويجي يقولنا نمتوا منيح بالعربي. كان كلمنا عمري وعربي كله 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 حماس. يا عم احنا مش حماس، لا انتوا كلكوا حماس، احنا مدنيين لا انتوا حماس. طب انتوا خدتونا من دورنا، معناش اي حاجه ولا اي سلاح ولا حاجه، خدتونا من دورنا. انا بقول لنا لا انتوا خماس، انتوا خماس، صاروا يضربوا فينا. لقيت ما لقيت الا جرافه دخلت، تمام، جرفت الارض وانا سامع تجريف. بعد شوي لقيت الدار صارت تهتز، قلت لهم فيش حل الا نطلع نستسلم. طلعنا لقينا المركبه في الشارع، تمام، والبر قدامنا فيها ولا 30 40 جندي، تمام، رفعنا الرايه البيضة وصارت يحط المدفع تبع الدبابه علينا، نقول له اولاد صغار اولاد صغار، واحنا بنقول اولاد صغار في جرافات والعمود جذع، بنقول لهم اولاد صغار. إنه خمس ايام الميه بالقطاره عقد سد بيشربونا بس، ومرتين بس في الخمس ايام شربونا. ابويا مريض سكري، بقول لهم ابويا مريض سكري بده يروح الحمام، ولا يضربوا فيه يضربوا فيه. لما بياخذوها الحمام ما اخذوش غير مره واحده، وزلوه ضربوه فيها كسروه تكسر.